فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل إذا أراد أن يذبح عقيقة عن أحد أولاده فإنه يذهب إلى محلات اللحوم المتخصصة وهي تذبح الغنم يوميا وتسلخها وتعرضها للبيع كاملة، فيختار منها واحدة بنية العقيقة حال كونها مذبوحة، فهل يصح ذلك؟ لا لا، ما يصح، ما يجزي هذا عقيقة. يشري لحم ما يجي عقيقة، لأن الذبح مقصود وهو التقرب إلى الله عز وجل، هو المقصود اللحم، المقصود الذبح، الذبح عبادة لله عز وجل. نعم.